خلق الله القلب ليرى الحق ويعمل به فان عمل صالحا عاد اثره عليه فيتذكر وينيب ولا بد لذلك من صحه القلب ووجود النور الذي يبصر به طريقه وزوال الغيوم والحجب التي تعيق دون رؤيه الحق والعمل به وتحول دون رجوع اثر الطاعه عليه وهذه الحجب انما تنشا على القلب كلما سقط في فتنه من فتن الشبهات او الشهوات فاذا كان الحق مستقرا في القلب وكان القلب يقظا ذاكرا ربه مستحضرا معاني الايمان من المحبه والخوف والتعظيم والرجاء استطاع بحول الله وقوته رد تلك الفتنه فازداد صلابه في دين الله ونورا على نور واذا لم يكن الحق راسخا في القلب سقط في الفتنه مره تلو المره وفي كل مره يسقط في الفتنه ينكت في القلب نكته سوداء تعيقه شيئا ما عن رؤيه الحق وعن التاثر بمعاني الايمان والعمل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فإن تذكر القلب واستغفر العبد ربه أزال الله عنه هذه النكتة السوداء وإن لم يفعل واستمر في غفلته وسقوطه في الفتنة مرة بعد مرة زادت النكات حتى تصير حجابا على قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فان تاب سقل منها فان عاد زادت حتى تعظم في قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون